مرحبا يا صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ معكن شذى جلال، رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم هو هيك روتين عادي بأيام رمضان، روتيني برمضان. بتعرفوا روتين رمضان عن جد مختلف عن الأيام العادية وأحلى بكتير. طبعا هون عم رتب الصالون مثل ما شفتوا، كنست السداج ومسحت الغبرة، قلت هيك خليني أخلص الصالون وسكره لحتى هيك يضل نظيف، لأنه ولادي يعني بيضلوا بغرفتهم دائما قليل لحتى يقعدوا هون، فمشان هيك بيضل نظيف يعني الصالون. وهلأ هون بدي رتب الطاولة، قلت خليني جاهزة يعني مع أنه بكير، بس ما خسرانة شي، مشان بالأخير بتلاقوه وقت الأذان الواحد هيك على العجقة وعلى السرعة بيرتب الطاولة كيف ما كان أو على السريع يعني، فمشان هيك قلت خليني جاهزة من هلأ وبسكر الغرفة وخلص، وهيك بيكون الصالون نظيف. حبيت اليوم هيك غير شكل ومديت لون هذا الغطاء الزهر، يعني تغيير شكل. هلأ هيك كل كم يوم غير شوي بالطاولة، نفس الأغراض بس غيرت بس حطيت غطاء طاولة، من قبل ما كنت حاطة غطاء. هلا بجهز الصحون والكاسات والشغلات، يعني خلص انه ما بتلزمني بالمطبخ وما بتأثر اذا بقيت هون. وكمان حضرت العصير، قلت بحطه هون لأنه ما بنشربه بارد يعني أبدا أبدا، حتى مي باردة ما بنشرب. والخبز كمان قصقصته وهيك حطيته بكيس مشان ما يبس، وبالسلة. وهيك الطاولة جاهزة. وهي عندي الصالون نظيف ومرتب، هلأ راح سكره للمغرب إن شاء الله. وهلأ دخلت على المطبخ لحتى نبلش أنا وبنتي الأمورة، الفطورة الكبيرة. هلأ هون عندي لحمة وبنجان، اليوم راح ساوي كباب بنجان. هلا عم جهز الاكله، عم طبقها. عن جد هي اسهل اكله وكتير طيبه كمان، الكباب الباذنجان، وسريعه يعني. بهذا اليوم ما حسيت حالي تعبت ابدا ولا انعجق المطبخ كتير او صار شغل كتير يعني. هلا بطبقها وبحطها بالفرن، بس هيك ما بدها شي يعني. اول مره حطيت سفره الافطار والمطبخ كان كله نظيف، ما في ولا شي بالمجله يعني، بس الجلي اللي كان على الطاولة. هون بنتي كمان عم تساوي الشوربة، قطعت جزرتين وبصلة ناعمة قطعتهم وغسلت العدس وصفته، وهلا عم تحطهم كلهم مع بعض يعني بدون تقلاي، انه بيصير هيك وبصير هيك. هون عم تمسح الطاولة محل ما كانت عم تقطع، ما قدرت اتصورها لانه كنت عم صور عندي كباب الباذنجان. هلا عم تحط له مي، كل كاسة عدس 4 5 كاسات مي. هلأ برمضان كل يوم عم بخليها تساعدني وهي كتير مبسوطة، عم تحب تدخل معي على المطبخ، وعن جد بيطلع معهم يعني.
خلي ولادكم يساعدوكم بيتعلموا، ما بيحسوا بصيامهم كمان، بيمضى الوقت معهم بسرعة. يعني بنتي عمري 10 سنين، الله يخلي لي اياها ويخلي لكم اولادكم يا رب. عم بتبلش تتعلم هيك اكلات بسيطة، يعني شوربة، معكرونة، هيك شغلات، يعني عم تساعدني شوي بالمطبخ. يعني هلا هيك بلشت شوي تكبر، من قبل انه ما كتير تعرف، بتتسلى عن جد وعم بتشيل عني كتف. يعني صح شغلاتهم صغيرة وبسيطة، بس يعني هيك بيقضوا غرض، مثل انه اوقات بخليها تقطف لي النعناع للفتوش، او الخبز تقصقص لي اياه، او تفرم السلطة، هيك شغلات. يعني فعلا هيك شغلات نعمة بتاخد وقت، اذا ساعدوكم فيها اولادكم بتحسوا في فرق. يعني لو عندك مثلا ابنك او بنتك صغار شوي، بس خليهم يساعدوكم الشغلات البسيطة. انتو عم تشتغلوا بالمطبخ، مثلا نقيلي البقدونس، فرمولي السلطة، قشروا لي هالثوم، هيك يعني انه الوحدة بتتعب عن جد وما بتلحق على كل شيء، بالاخص الشغلات الناعمة بتساوي لبكة كتير. هلا هون عم افرم البطاطا، بدي اقلي لهم صحن بطاطا كل يوم. هاي البطاطا يعني كل يوم كل يوم، الاولاد كتير بيحبوها. والكباب الباذنجان مثل ما شفتوا حطيت له على الوش بصل وحطيته بالفرن. وهون بنتي عم تقصص لي الخبز، رح اقليه جنب الشوربة، مع الشوربة كتير طيبة. هلا رح اقلي البطاطا نص قليه، وبس يقرب الاذان برجع بقليها بكمل، يعني عشان هيك تضل سخنه وتزعج وتطلع اطيب كمان. يعني بقليها نص قليه وبحطها بالبراد. هلا هون كباب الباذنجان طلعته، انا نسيت احط له عندي شقفه شحمه تعطي نكهه كتير طيبه، او دهنه، بس لسه الشحمه بتعطي طعمه اطيب. فرمتها وهيك بدي رشها على الوش. كمان رح رشلها ملح، رشة ملح، ورح غطيها بالأول، رح غطيها شوي وبعدين بشيل الغطا مشان هيك تتأمر شوي. هون الشوربة استوت اللي عملتها بنتي، هلا بس بقيان نطحنها بالمكسر. هلا رح اضيف لها ملح لانه ما حطينا لها ملح. رح احط لها قطعة سمنة أو زبدة تكون طيبة. عن جد صارت كتير متجانسة وكريمية. هلأ مع الخبز المقلي، يا سلام. هلأ قليت البطاطا نص قلية، رح شيلها.
تمام كاسات المايك دي. هو شيء مي وتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. وين مي؟ وهلأ بعد ما فطرنا الله يتقبل يا رب منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله الله يديم النعمة على الجميع يا رب ويحفظنا من الزوال. مثل ما بتعرفوا على المطبخ فورا. بس هون عن جد ما عندي جلي، يعني قلت لكم المطبخ كله كان نظيف، يعني حتى الأكل حطيته بكير على الطاولة وكله كان نظيف المطبخ. هذا أسهل يوم شغل، حتى أنه مو جهزت الصالون والطاولة من الصبح وهيك رتبت أموري قبل بوقت. عن جد حسيت الشغل كله صار أسهل يعني، وبنتي ساعدتني وهيك ما تعبت بهذا اليوم، كان كتير خفيف الحمد لله. وهوني بس عندي جلي الغراض اللي كانوا على الطاولة وهيك على السريع جليتهم كلهم. حتى صايرة عم حط خطط وتكتيكات للجلي عن جد برمضان. شو قصة الجلي برمضان؟ يعني شغلة قلت هيك، يعني هالمرة هيك عم رتب طريقة الجلي مشان لاقيها أسهل، وفعلا في فرق. يعني عم قسمه على مراحل. أول مرحلة عم فضي الطاولة كلها، الأكل كله عم ننقله وبمسح الطاولة وكذا، وبعدين بيجي بفضي الأكل كله على البراد على علب أو طناجر أصغر، وبحط الجلي كله بجهزه بحوض واحد وبجلي بالصابون على الحوض الثاني. بعد ما ساويهم كلهم بالصابون بعدين هيك بشطفهم كلياتهم كمان مع بعضهم. هيك عم لاقيه أسهل، يعني ما أنه من قبل مثلا باخد كل شوي بشوي وهيك. هلأ كلهم بالأول شطف بالصابون وبعدين عفوا بأول تليف بالصابون وبعدين شطف بالمي. هلأ هون خلصت، هاي آخر مرحلة هي المجلة. عندي الغاز والمرامر مسحتهم لما حطيت الأكل على الطاولة. وهلا هيك خلصت المطبخ كله، وهون طالعت كنافة من الثلاجة هلا رح احطها بالفرن. هاي الكنافة اللي فرستها معكم وشوفوا كله خالص.
حتى الحلو جاهز. عن جد التفريز التفريز يعني هلأ عم حس بالتعب اللي تعبته، ما راح على الفاضي الحمد لله، وكتير التفريز بيريح. هون عم جهز الشاي، حطيت بي الشاي على النار والكنافة بالفرن، وهلأ رايحة اتوضى مشان صلي المغرب، والحمد لله بلحق المغرب وزيادة يعني الحمد لله. وبعد ما غسلت وتوضيت قلت البس هيك بيجامة مريحة وعطر خفيف، وهلأ رح صلي المغرب وخلاص حان وقت الراحة. هون الكنافة طلعتها من الفرن، عم اسقيها قطر. عندي القطر بالبراد كان شوي سميك لأنه كتير بارد. صب لك كمان. وهلأ بعد ما شربنا شاي وأكلنا كنافة نزلنا نمشي. قلت لكم من قبل إنه كل يوم عم ننزل بنمشي ساعة ساعتين، وعن جد كتير هيك عم نرتاح كتير على المشي، يعني إنه بعد الأكل كتير بيهضم المشي، وبتلاقوا الجو كتير حلو إنه هيك بلش الجو ربيع. بعد الإفطار عن جد التمشاي كتير حلوة، ونزلنا هون بدون الأولاد. أغلب الأحيان ننزل دون الأولاد، بس كمان أوقات بننزلهم معنا حسب يعني. وإن شاء الله رح ننزل بشكل يومي إلا إذا كان في هوا، يعني أيام بيكون هون كتير في هوا ما بينمشى، يعني يكون برد زيادة. وهلا رجعنا وصار وقت القهوة، صار بدها هيك فنجان قهوة يعبي الراس ويصحصح. هو أحلى وقت برمضان كله وقت القهوة، إنه بعد نهار طويل وبدون قهوة وتجي تشربي فنجان القهوة بعد الإفطار، عن جد نكهته كتير مختلفة. وهذا كان كل شي لليوم. بتمنى إذا لأول مرة بتشوفوني تشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يجيكم إشعار كل ما نزلت فيديو جديد. وإذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك. وهلأ رح نشوف 3 أسماء أخذتهم من التعليقات من الفيديو الماضي. بشكركم من كل قلبي ومنورين القناة كلياتكم.